بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. النهارده حصه جديده من حصص الحان القداس الالهي مردات خارج الهيكل. احنا خلصنا اخر حاجه الهيتنيات، هراجع معاكم اخر هيتنيات احنا اخدناها الحصه اللي فاتت، وبعد كده نبدا في لحن جديد صغير وجميل جدا. احنا كنا اخدنا هيتنيه البابا البطريرك وهيتنيه الاسقف او المطران والختام. نقولهم كده، نبدا من اول قديس اليوم. فنقول ايه؟ هيتني افشي انتني اث او بنت باي اهو او بي اوي بي اوي كاطا بفران ابت شويس اري اهم مطنان بيكو evolentene novi hiteno efshi are evon chem ben yote tayoten arshi erf se baba av tawadurus evet shois. احنا قلنا هنا ان احنا ما بنطولش في الطيوت، فبنقولها ازاي؟ هيتنو افشي اره ابو انخم بن يوت طايوتن ارشي طايوتن ارشي ارف سي بابا آفا طوادروس ابت شويس اري اهمت نانم بيكو ايفون انتن النوفي هيتنو افشي اري ايفون خم بن يوت طايوتن ذي كاوس افا ماركوس بيمترو بوليتيس ابت شو او او اويس. الهيتنية الأخيرة للأب الأسقف أو المطران، الطيوت هنا فيها هزتين، وبشويس بنختمها مختلفة عن كل بتشويس اللي موجودة في كل الهيتنيات، لأن دي الختام. فبتتقال إزاي تاني؟ هيتنو افشي أريهب أنخم بن يوت طايوتن ذي كاوس أفا ماركوس بيمترو بوليتيس إبت شو أو أويس أري أهموت نانم بيكو evolenten in novi ten o ostem moku bi christos nem bekoten a gathos nem bi ibn ma es olab je ak i ak soti emon haima a عاوز اقول لكم حاجه، ان من اول لحن تيشوري، من اول من بعد تحليل الخدام ولحن تيشوري دوت، بنعتبر الجزء ده يعني اللي قبليه كان اسمه تقدمه الحمل، اللي هو فيه قال له يا فاي بيبي او قال له يا جي اف ميبي، وبعد كده زوكسابا تري، وبعد كده بينتهي بتحليل الخدام. من اول تحليل الخدام، من بعد تحليل الخدام، من اول سوتي صامين ولحن تيشوري، بنعتبر الجزء دوت لغاية نهاية الإنجيل والعظة، بنسميه قداس الموعوظين. قداس الإيه؟ الموعوظين. وده عشان زمان الناس اللي كانت بتدخل الإيمان كانت الكنيسة بتعمل لهم فصول تعليمية عشان تعلمهم الإيمان وتعلمهم تعليم الكتاب المقدس، فكانت بتختار فصول من الكتاب المقدس وتقراها على الناس اللي هم داخلين الإيمان أو الغير المؤمنين. وبعد ما بيخلص الجزء دوت، بيخرجوا وبيتقفل ابواب الكنيسه على الناس اللي هتقعد وتكمل وتتناول في اخر القداس. فالجزء دوت بعد ما بنخلص لحن تيشوري واثناء الهيتنيات،
بيكون ابونا بيعمل حاجه اسمها دوره بخور البولس. دوره بخور البولس وديت دوره بيبداها بالبخور، بيلف في كل الكنيسه اشاره ان السيد المسيح، طبعا هو بيلف من الشمال الى اليمين اشاره ان السيد المسيح نقلنا من الظلمه الى النور، وبيمر الكاهن وسط الشعب عشان يباركهم، واشاره ان كلمه ربنا ارسلت الى العالم كله. بعد ما بنخلص الهيتنيات ونختمها بنقرا البولس. البولس هو جزء من رسائل بولس الرسول ال 14، بناخد منها ايه؟ جزء بيتقري حسب ترتيب قراءات الكنيسه. بعد ما بنخلص قراءه البولس بالقبطي وبالعربي بنقرا حاجه اسمها جزء من رسائل الكاثوليكون. من رسائل الكاثوليكون، رسائل الجامعه. رسائل بعد ما بنخلص الكاثوليكون بنقول المفروض ان بعدها هنقرا الابراكسيس. الابراكسيس ده جزء من فصل اعمال الرسل، بس قبل ما بنقراه بيبقى ليه مرض بنقوله اسمه مرض الابراكسيس، وهو ليه مرض طول السنه بنفس اللحن ما عدا الصوم، ايام الصوم الكبير بس بيختلف. معلش الكلام كبير عليكم شويه، بس حاولوا ان انتوا برضو ايه عشان تفهموا احنا بنقول ايه يعني. طيب مرض الابراكسيس بيتكلم عن السيدة العذراء، وممكن يتقال حسب المناسبة بيكون برضو الكلام فيه بيخص المناسبة اللي احنا فيها، لكن عشان احنا بناخد الالحان السنوي فالمرض السنوي عندنا هو خاص بالسيدة العذراء. بيقول ايه؟ بيقول السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا الله الكلمة. وبعد كده بنختمه بكزمة رؤوت اللي هو مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. خلينا ناخده كده باللحن. شيرين ماري، نرى الكلمات الأول. شيرين ماريا، شيرين ماريا، خلينا ناخد من دي. شيرين ماريا تي اتش رومبي اثني صوص تي اي تصمي سينان اي مفنوتي بي لوغوس. شيرين ماريا السلام لك يا مريم الحمامة الحسن. شيرين ما أريا أتي. تاني اسمع مني بقى حاجة زعل. شيرين ما أريا، تاني اسمع. شيرين ما أريا، تاني. شيرين ما أريا مرة. شيرين ما أريا، بعدين أربعة من الأول. شيرين ما أريا شيرين ما أريا تاني.
شارنا ما أريا بعدين هزتين دول لوحدها يا بعدين دول دول تاني بعدين هزة وانطة آتي اي اي آتي اي اي هقولها لبعضها شارن ما أري يا كم مرة؟ آتي اي اي يا آتي اي اي من الأول شيرين ما أري يا وبعدين دي اي اتنين لوحدهم اي تاني اي اتي اي 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 اتشروم بي حاف لغاية هنا النهارده اتشروم بي اتشروم بي شارن اسف شارن ما اري يا شروم بي ناخد الحتة دي نركز عليها آتي اي 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 شروم بي طب من الأول شيرين ما أري يا اللحن ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو مرد الابراكسيس اللي هو بيتقال قبل الابراكسيس الابراكسيس اللي هو اعمال الرسل احنا بنقرا جزء من اعمال الرسل وده المرد اللي بيتقال قبله المرد ده متقسم نصين الجزء الاولاني زي الجزء الثاني يعني انت لو حفظت الجزء الاول ده يبقى انت حفظت اللحن خلاص كده لان الجزء الثاني زيه بالظبط اخوه فاول ما انت تخلص ده يبقى انت خلصت اللحن يبقى اللحن ده سهل ما تبصش بقى على الهزات الكتيرة وتقول يا ده لحن صعب، لا ده لحن سهل جدا. أول ما هتخلص لغاية هنا يبقى أنت خلصت اللحن. أهم حتة الحتة اللي إحنا خدناها النهاردة دي، هي دي أصعب حتة. تعال نقولها تاني. شيرين ما أري يا تاني يا وبعدين أربعة يا
يا تاني يا دول لوحدهم وبعدين هزة اتي اي 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 شوف دي اي 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 اتشروم بي. اخر مرة هقولها على بعضها من غير تجزيء عشان انتوا تحفظوها كويس. شيرين ما اري أتمنى المرة الجاية إن أنتوا تكونوا حفظتوها، واللي حافظ منكم يبعت، وبرضه نراجع على قليل يا فاي بيبي اللي إحنا راجعناها النهاردة. شكرا وأشوفكم الحصة الجاية. سلام.